الساعة 9:30 صباحا في هذا اليوم. الموقع وين؟ في مزرعة الأستاذ، مزرعة سبعاوي قرب فندق نينوى. منو كان موجود أثناء التسليم؟ أثناء التسليم كان موجود، استقبلنا جنرال ديفيد باتريوس، واستقبلنا استقبال رائع جيد جدا، وأخذ عدة تحية للسيد الوزير، وصافحنا كلنا، ويعني في كل ابتهاج وحرارة. احنا نتأمل من الله سبحانه وتعالى ومن الدولة العظمى الكبرى ان العهد اللي قطعوه على انفسهم يوفوا مقابل تسليمهم.